التي مرت عليها منذ ولدتها أمها، افتح لها بابا إلى الجنة، أفرشها من الجنة، أطعمها من الجنة، أنر قبرها بأنوارك يا كريم، بجاه النبي الكريم وسر الفاتحة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم القويم وصراطه المستقيم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموت آية ربك الكبرى، وكما تفضل شيخنا الكريم فإن لكل شيء إشارات وبشارات. ودائما قد تعودنا إذا ما صلينا على فقيد أو فقيدة في يوم الجمعة كان شيوخنا يبشروننا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي يقول فيه: من مات ليلة الجمعة أو يومها وقي فتنة القبر وعذابه وكتب له أجر شهيد. وهي بشارة تلو بشارة، فنحن في شهر حرام وفي يوم مبارك وفي ساعة يستجاب فيها الدعاء، وفي حال نحتسب عند الله كما ذكر الحبيب أنها من الشهداء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل هذه البشارات علامة على ما كان فيه أهل الله. أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. تقبل منا وقبلنا بسر النبي صلى الله عليه وسلم وسر ثواب الفاتحة.